بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه آية عظيمة تضمنت عدة إشارات علمية لم تنكشف إلا حديثا جدا في القرن الحادي والعشرين. فالعلماء اليوم يحذرون من التلوث الكبير الذي وصلت إليه أرضنا التي نعيش عليها. وظاهرة الاحتباس الحراري أصبحت تنال اهتمام العلماء لأنها كانت سببا في انقراض الكثير من الكائنات الحية، وسببا في ازدياد الزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعية. ولذلك فإنهم يحذرون من أن الإنسان إذا استمر في إطلاق الملوثات والإفساد في الأرض فإن هذه الأرض ستكون نهايتها قريبة جدا، وسوف تنقرض المخلوقات ومن ضمنها البشر. فالحقيقة العلمية الأولى التي وصل إليها العلماء أن التلوث والفساد البيئي قد شمل كل شيء على هذه الأرض، البر والبحر والجو وحتى النبات والإنسان والحيوان. وسبب ذلك أن الإنسان خلال 200 سنة الماضية منذ بدايات الثورة الصناعية بدأ يلوث البيئة بشكل عشوائي، ونتيجة لتطور الصناعات وتطور وسائل النقل واستثمار الموارد الطبيعية فقد بدأ الإنسان بقذف ملايين الأطنان من الملوثات من غاز الكربون والرصاص وغير ذلك من الغازات السامة، مما ساهم في رفع درجة حرارة الأرض درجة واحدة في المعدل، وساهم أيضا في زيادة ومضاعفة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وهذا غاز سام أيضا. ولذلك فإن المياه بدأت تجف، دورة الماء بدأت تضطرب، لأن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأرض بشكل متوازن وحساس وشديد الدقة، وعندما تدخل الإنسان وبدأ يعبث ويسرف وبدأ يلوث جو الأرض فإن هذه المشاكل والأعاصير والتسونامي والفيضانات وغير ذلك مما نشاهده اليوم كلها سبب من أسباب تلويث البيئة، والذي اعتبر العلماء أن الإنسان هو المسؤول عنه. ولذلك فإن الحقيقة الأولى تقول إن الفساد ظهر حديثا، الفساد البيئي. ثانيا الفساد شمل الجو والبحر والبر. الحقيقة الثالثة التي أيقن بها العلماء أخيرا أن هذا الإفساد البيئي لم ينتج عن كارثة طبيعية أو عن ظواهر طبيعية معينة، لا، إنما سببه هو الإنسان نفسه. والحقيقة الرابعة يقول العلماء هناك إمكانية للرجوع إلى البيئة النقية الطبيعية للأرض إذا توقف الإنسان عن الإسراف في ضخ هذه الملوثات. وهنا ندرك أن الآية الكريمة تشير
بدقة مذهلة إلى هذه الحقائق الأربعة التي وصل إليها العلماء قبل سنوات قليلة جدا. فعندما يقول تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، فهذا إخبار ونبوءة قرآنية أنه سيأتي زمن تتلوث فيه الأرض وينتشر الفساد البيئي ليشمل البر والبحر. والحقيقة الثانية أن هذا الإفساد شمل البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر. والحقيقة الثالثة يقول تبارك وتعالى بما كسبت أيدي الناس، أي أن الإنسان هو المسؤول عن هذا التلوث البيئي وهذه الظاهرة، ظاهرة الاحتباس الحراري. بما كسبت أيدي الناس. الحقيقة الرابعة يقول تبارك وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا نوع من العذاب ونوع من الإنذار الإلهي ليعود الناس ويلتزموا بتعاليم ربهم ويعودون إلى الدين الحقيقي الإسلام. ولذلك فإن هذه الآية الكريمة تعتبر من آيات الإعجاز العلمي التي لا يمكن لبشر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي أن يتنبأ بهذه الحقائق الأربعة. ولذلك فإن هذه الآية هي دليل وبرهان مادي على صدق هذا القرآن وصدق رسالة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.